وصلت اليوم التوكيلات الخاصة بتقديم البلاغات إلى نيابة الأموال العامة باسم معالي الشيخ تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس التضامن الإسلامي لكرة القدم ضد مجلس إدارة النادي الأهلي وضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك للكشف عن أوجه الصرف التي قام بها مجلس الإدارة ومحمود الخطيب لمبلغ التبرعات البالغ 261 مليون جنيه التي قام بها سمو الشيخ إلى النادي دعما له. كما وصلني أيضا التوكيلات الخاصة برفع دعاوى قصف ضد كل من تعدى الآداب العامة ضد معالي الشيخ تركي آل الشيخ، سواء من مذيعين أو إعلاميين أو قنوات أو مواقع تواصل اجتماعي أو مواقع صحفية على التواصل الاجتماعي. ونكرر أن من قام بالقصف من خلال حسابات وهمية سنطلب من مباحث الإنترنت الكشف عن تلك الحسابات، وذلك عملا بالقانون، وسيقع تحت دائرة القانون وتحت المواد المجرمة لخدش الحياة، وأن تلك المواد عقوبتها عقوبة جنائية صارمة ضد كل من تسول له نفسه الخروج على آداب العامة من خلال الاختباء وراء حسابات وهمية بموقع التواصل الاجتماعي. نهيب بالسادة الإعلاميين والصحفيين احترام ميثاق العمل الصحفي وعدم الخروج عن النقد المباح، والله من وراء القصد.